في تطورات الحرب في قطاع غزة، قتل 8 أشخاص في منطقة المواصي بنيران الجيش الإسرائيلي، ذلك بالتزامن مع توغل آليات ودبابات إسرائيلية غرب مدينة رفح. وفي السياق المتصل، قتل 9 أشخاص آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المدنيين والتجار بينما كانوا ينتظرون قوافل الشاحنات التي تحمل البضائع والمساعدات عبر معبر كرم أبو سالم.